السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناة بيت شيف. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الفينو بطريقة ناجحة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. هو ينفع في سندوتشات المدرسة والنادي والرحلات. قبل ما نبتدي نتكلم عن المكونات وطريقة التحضير، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. في البداية المقادير الموجودة معانا: نص كوباية من الزبدة الدايبة، نص كوباية من الحليب الدافي، وكوباية مية دافية، 2 بيضة، نص معلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، و4 معالق سكر، ومعلقة كبيرة خميرة، و5 ل6 كوبايات دقيق أبيض. أول حاجة هننزل بالمواد السائلة، هي نص كوباية الزبدة الدايبة ونص كوباية الحليب الدافي و2 بيضة، وهنبتدي ان احنا نخلط المكونات السائلة دي مع بعضها عشان تندمج مع بعض. طبعا العيش الفينو ده يكون شكله طعمه حلو جدا وقوامه وما ينشفش بسرعة. هنا هنبتدي ننزل بالمكونات الجافة، هنحط معلقة الخميرة الكبيرة و4 معالق السكر نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح ونقلب كل المكونات كويس. وممكن ان احنا نعمل اختبار الخميرة في مية دافية، وممكن ان احنا نحط الخميرة زي ما هي على الدقيق. كل ده هيدي نفس النتيجة. بعد كده هننزل بالدقيق ونبتدي ان احنا نقلبه بالمضرب بسيط، وبعد كده هنعجن بايدينا ونزود المية حسب احتياج العجين. طبعا السكر بيساعد على تفاعل الخميرة وبيخلي العجينة طرية جدا، والزبدة لازم تكون بحرارة الغرفة عشان تبقى سهلة معانا في العجن. بنعجن حوالي 10 دقايق لحد ما نوصل لقوام متماسك وناعم، وبعد كده بنغطي العجينة وبنسيبها ان هي تخمر حوالي من ساعة لساعة ونص علشان نبتدي ان احنا نشكلها. بعد كده العجينة خمرت معانا، هنبتدي ان احنا نرش الدقيق ونفردها ونعملها رول كلها علشان نبتدي ان احنا نقطعها لكور متساوية في الحجم والوزن. تقريبا وزنها حوالي 90 جرام، وممكن لو عايزين نصغر رغيف العيش ممكن تبقى حوالي 80 جرام. بالشكل ده فردناها، ممكن بنشبع او ممكن كده، ونبتدي نقطعها القطع متساوية. بالشكل ده. بعد كده هنعملها لكور صغيرة ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل رغيف العيش. بنفرد الكرة بشكل بيضاوي، بعد كده نلفها لرول رفيع بالشكل ده. ونبتدي ان احنا نرصها على الصينية او الصاج، لازم نقفلها من كل الجوانب كويس جدا عشان ما تفكش تاني. بالشكل ده. بعد كده لما نعمل الكمية كلها هنحطها في الصاج ونسيبها ترتاح من 2 ل3 ساعات. هنا بعد ما ارتاحت هندهن الوش صفار بيض مع المية
عشان يدي اللون الذهبي لما تطلع من الفرن. ودخلناها الفرن حوالي 10 دقايق، وبنشغل الشوايه بعد كده عشان تاخد اللون الذهبي وتفضل طري، القوام طري ويكون قوامها زي القطن. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.